الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذه الخاطرة 54 بعد 100 الأولى من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور العلامة مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان، طبعا في كتابه كذا علمتني الحياة عنوان الخاطرة يريد أن يسيء أن يحسن فيسيء، يريد أن يحسن فيسيء. نص الخاطرة اكتبه، كلام كثير جميل عن الأصدقاء. قال: بعض أصدقائك يريد أن يحسن إليك فيسيء، فإن كانت اجتهادا فاعف عنه، وإن كانت غفلة فلا تعتمد عليه. الحقيقة الأصدقاء نوعان، نوع ينبغي أن تقربه لأنه حكيم وصادق. صديقي في أبيات من الشعر: ويرمي بالعداوة برماني، هيك آخر الأبيات. فالصديق هو الذي يحفظك ويحفظ سرك ويحفظ عهدك ويحفظ غيبتك. يعني في بعض الناس عندما يغيب يحطه بالمقلاية وبلش يقلي فيه، لا، هذا ليس صديقا. تبانا صديقي، ذكرت الأبيات: صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة مرماني، ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. هذا هو الصديق. ليس كل إنسان يستحق أن تفتح له صدرك وأن تقدم له سرك وأن تجعل خصوصيتك بين يديك، مو أي إنسان أبدا. ينبغي أن تجتهد في اختيار الصديق الصادق. اجتهد واحفظ واحرص على أن يكون لك صديق يعني يدلك على الله مقاله ويدلك على الله حاله. التلتيسة الأخلاء بعضهم يومئذ عدو، بعض يومئذ عدو لبعض إلا المتقين. طيب، الآن الشيخ يريد أن يتكلم عن صديق، نوع من الأصدقاء يحاول أن يحسن إليك فيسيء، بضيعة. يعني إنسان، هذا نحن نسميه نوع من البشر أحمق. الأحمق انتبه له، لو كان يظهر لك الحب، لكن هو لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. لذلك من البلاء مصاحبة الحمقى. ولذلك قال بعضهم شعرا أو غير شعر يعني: ولا يصحب الحمقى وذوي الجهل. إنه ما يسحب الإنسان الحمقى وذوي الجهل. فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يفسد، بده يخدمك وبيخربها وبينزعها وما لو عارف إنه شو ساوى، خرب الدنيا. انتبهنا، فبده انتباه. فالشيخ يقول: إذا انبدرت إساءة من صديق لك وهو يريد أن يحسن إليك فأساء، كان قال: فإن كانت اجتهاداً اجتهد فأخطأ، لكن ليست عادة. إذا عاد يصير أحمق، والأحمق يبتعد عنه. فإن كانت اجتهاداً فاعف عنه. إلك صديق أخطأ، اجتهد لكي يعني يرفع من مقامك، لكي يزود عنك، لكي يقدم لك خدمة، لكي يحسن إليك فأساء إليك. طيب، أخعد منه مرة واحدة، من بيعه نقطع له كرب مثل ما بيقولوا عنا بالعامية، لا، نعفي عنه. لكن إذا كان النوع الآخر ديداً الإنسان، كلما أراد أن يحسن أساء، شو من له؟ قال: وإن كانت غفلة فلا تعتمد عليه. هذا إنسان لا يعني ليس أهلاً لكي تتخذه صديقاً. هذا الإنسان الأحمق، هذا الإنسان الجاهل، هذا الإنسان الذي يسعى لكي يحسن فيسيء، لا تتخذه صديقا. هذا شو يعني باختصار، يعني كلام من الآخر. الله يرحم سيدنا الشيخ السباعي،
للآخر إنه أخي أنت بدك تحسن اختيار الأصدقاء، وما تفكر إنه والله الأصدقاء كتار في حياتك. أنت بجوز قاعد بالصف في 50 طالب، وبتروح على الجيش بتلاقي آلاف يلي أبناء جيلك، يعني الدورة الواحدة بتلاقي أنا كنت بالجيش دورة 55 صف ضابط، ما كنت لسه مخلص الجيش، فبتلاقي آلاف من سني. لكن من الذي يتخذه صديقا الإنسان؟ وأبناء جيلك من حارتك وأولاد عمك كلهم هدول؟ لا، إذا صفى لك، اسمع يا سامي، مع بيت الشعر بتقل بالدهر، إذا صفى لك في زمانك واحد، زمانك كله صفى لك، طلع واحد بيحبك وبيخلص لك وصادق لك مستعد بينطبق في الكلام اللي قلناه بأول الدرس، إذا صفى لك في زمانك واحد فنعم الزمان ونعم ذاك الواحد. لأنه قد يعيش الإنسان حياته كلها ولا يرى هذا الرجل أو الصديق الصادق. لذلك العرب بتقول أنه ثلاثة من المستحيلات: الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول يعني تعتبر أنه هذا نوع من الخرافي، والعنقاء طائر كمان خرافي، وحط معهم الشاعر شو؟ الخل الوفي. هذا يعني قد يعيش الإنسان يموت ما يلاقي خل وفي، فدير بالك إذا لقيت خل وفي يا شيخ سامي حافظ عليها، دير بالك. نحن بنحبك، نحن نجتهد نكون أخلاء وفياء لك ولغيرك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.